السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم تحلية رائعة، ديسير الباناكوتا الهائل اللي كيجي الشكل ديالو رائع والمذاق أروع، سهل وبسيط وما كياخدش معكم الوقت بزاف. واللي مازال ما شاركش في القناة ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع جديد ديالي، ولا عجبكم الفيديو خليو لي دي لايك ونبداو على بركة الله. وفي المقادير كنحتاجو جوج ساشيات ديال الجيلاتين، كل ساشي فيه جوج يعني 4 غرام، ما يعادل ملعقة كبيرة. أنا استعملت هنا جيلاتين نباتي أغار أغار، سكر الفاني ساشي واحد، وجوج ملاعق كبيرة من السكر، 100 مليلتر من الحليب، و 400 مليلتر من الكريمة السائلة. كخطوة أولى غادي نضيفو ملعقتين كبيرتين من الماء بارد على الجيلاتين وغنحركوهم ونخليهم جانبا. من بعد غادي نضيفو كل من الحليب السكر والفاني على الكريمة وغادي نديروهم على النار حتى يغلاو. للإشارة فقط راه بإمكانكم استعمال نصف كمية الحليب هي نصف كمية الكريمة، أي 250 غرام من الحليب مع 250 من الكريمة، أو تستعملوا فقط الكريمة. وهنا بعد ما غلنا الخليط غادي نطفيو عليه وغادي نضيفو الجيلاتين وغادي نحركو مزيان حتى يذوب تماما. ودابا هو سخون غادي نديرو في شي كاس كبير اللي غيسهل علينا نوزعو على الكؤوس التقديم. وهنا احتاجيت لهاد الكرتون ديال البيض اللي غادي نحط عليهم الكؤوس بشكل مائل كما هو موضح في الفيديو، وهاد العملية حاولوا ديروها قبل ما تبداو في تحضير الديسير. ومن بعد غادي نعمر كاع الكؤوس. من بعد ما عمرت كاع الكؤوس دابا غادي ندخلهم الثلاجة حتى يتماسكو، راه كيتماسكو بسرعة. وهنا في الطبقة الثانية كنحتاجو لساشي من سكر الفاني مع 225 غرام من الفريز. بالنسبة للسكر فتبقى على حسب نوعية الفريز، إذا كان الفريز حامض بإمكانكم إضافة السكر، إذا كان حلو تكتفيو غير بالفاني فقط. من بعد غادي نطحنو الكل بدون إضافة الماء. وهنا كما كتشوفوا راني ضفت ملعقه كبيره من السكر لانني تذوقت الفريز ولقيته حامض شويه، يعني كميه السكر بامكانكم تضيفوها حسب الذوق. من بعد ما كنطحنوا كنحصلوا عليه بهذا الشكل هذا، دابا غادي نغطيوه وغندخلوه للثلاجه بما يجمد لنا الديسير. هنا من بعد ما تمسكت لنا الكريمه غادي نحطوا الكؤوس بشكل عادي وغنضيف عليهم الفخاز. ودابا ندخلهم الثلاجه حتى يبردوا. وهذا هو الشكل النهائي ديال باناكوتا، كتجي شكل رائع كما كتشوفوا، راه شكل الصوره كتحكي على نفسها، والمذاق اروع، كيجي لذيذ بزاف. هذاك المزيج ديال الفريز مع الكريمه كيجي لذيذ. ديسير الباناكوتا من التحليات المفضله عندي لانهم سهله ما فيهاش مقادير بزاف وما تاخذش معاك الوقت بزاف، وكذلك كيجي الشكل ديالهم زوين والمذاق رائع. نتمنى تجربوها وتعجبكم. ما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم كاع الجديد ديالي، وتخليو ليا دي لايك الى عجبكم الفيديو، وتخليو لي الاراء ديالكم في لي كومونتير، ونخليكم على خير حتى الفيديو جديد ان شاء الله.